ام علي عاملينها ازاي بطريقه ام علي. جايبه جلاش، تعالوا بقى نشوف المقادير. محتاجين جلاش، ورق جلاش، محتاجين نشا، لوز، زبيب، سكر بني، ليمون، قرفه، جوز الطيب، كمان حليب مكثف محلى، تفاح متقشر ومتقطع مكعبات، زبده، كريمه ولبن. طيب اول حاجه هتتعمل ايه؟ اول حاجه هجيب التفاح واحطه معاه الزبده والسكر لحد ما يتكرمل. هحط الاول الزبده، الاول هحط الزبده تسيح عشان عايزه انا شويه زبده للجلاش، وهجيب هنا ورق الجلاش. طيب بصوا بقى انا هنا عملت ايه، حطيت الزبده وحطيت عليها الجلاش، رحت قلبه الناحيه التانية، خلاص قلبته كده الناحيه التانية اهو بالطريقه دي ماشي. بحط ورقتين ورقتين هحطه كده، بس هو مفيش اي حاجه ان انا هحطه كده خلاص. ودي بقى من مست الوصفه دي، يعني ولا هنقطع ولا هنعمل اي حاجه، ممكن والله وانا بحط ارش كده ايه، رشه قرفه، رشه سكر بني، يعني فكرت فيها دلوقتي اخر اهو، ممكن احط اخر واحده بقى، احط اربعه كده مره واحده. اتنين اتنين بصوا الزبده هي اللي هتحلي طعم المعالي اللي هي بالتفاح ماشي، وما نحطش سكر كتير قوي، رشه ورشه، يعني رشه قرفه مع رشه سكر كده، حلو لطيفه. وادخلها الفرن لحد ما الجلاش كله يبقى لونه لون ذهبي كده حلو خلاص. هحطها زي ما هي كده في الفرن، احط التفاح الاول ياخد تشويحه كده مع الزبده، وهحط عليه السكر على طول اهو. ما نحطش القرفه بقى دلوقتي ليه؟ عشان ما نتخدعش في اللون، نفتكر انها اتكرملت وهي لسه ما اتكرملتش، فهنسيب القرفه لحد ما احس ان التفاح والسكر اتكرملوا مع بعض. حبه من الليمون عشان اللون يفضل ذهبي وحلو، وهسيب جوز الطيب كده والزبيب. فاضل ايه هنا بقى؟ فاضل نعمل الخلطه اللي فوق الوش. الخلطه عباره عن ايه؟ اللبن، مفيش بقى سكر تاني، السكر حطيناه مع التفاح، حطيناه مع الجلاش، وهنا هنحلي بالحليب المكثف المحلى، كفايه قوي علينا. لو ما حطيناهوش نحط سكر، يعني لو ما حطيناش حليب مكثف محلى نحط سكر. هقلب اللبن في حبه النشا كده كويس قوي، وهحط عليه رشه قرفه صغيرين، حبه من جوز الطيب، هقلب احط كده، ونطلع فاصل عشان ان شاء الله قبل ما نرجع من الفاصل الخلطه دي تكون ايه، تقلت شويه. ليه؟ عشان القرفه لو كنا حطيناها من الاول كنا زماننا اتخدعنا وافتكرنا ان هو اتكرمل وهو لسه ما اتكرملش. بما اني عندي عود قرفه هحطه كده خلاص، التفاح ياخد النكهه قبل ما احط. طيب هحط ايه دلوقتي بقى على اللبن والنشا؟ لا لسه شويه، فكريني بس كمان، وريني كده، فكريني كمان دقيقتين ماشي. طيب صباح الخير ماشي. هنحط بقى الكريمه الحلوه بتاعتنا دي اهي، احنا مش حاطين سكر عشان في حليب مكثف محلى. طب يا غدا لو ما فيش حليب مكثف محلى حطوا سكر. دي هتتحط تاني في الفرن خلاص. هحطها كده في الفرن شويه دقيقتين كده، وبعدين هطلعها احط التفاح خلاص. دول بس يستوي شويه عندي، ارفع
ده جوز الطيب، ما نحطش كتير. قرفه. احنا عندنا جوز الطيب مش بنحطها قوي على الحاجات الحلوه، الاجانب بيحطوا جوز الطيب على الحلويات اكتر. اهو زبيب، قرفه، حبه جوز الطيب، اللوز، وصراحه احط كمان معلقه كريمه، هتحليها اكتر وتخلي قوامها ماسك نفسه اكتر. حلوة جدا. بصوا بقت عاملة ازاي، شايفين؟ هحط بقى عليها التفاح اللي بالزبيب واللوز في النص بقى، او عليها زي ما انتوا عايزين، انا هحطه كده عليها. هوريكم النسخة كمان اللي انا عاملاها كده. خلاص هدخلها الفرن تاني.